الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما نطيل على الناس لأن الناس قاعدوا كثير، نديهم دقائق ونختم هذه الجلسة إن شاء الله. كلامي نحن جينا هنا يا جماعة من باب قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أهل لبعض، وجينا من باب قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجينا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي رواية عند أبو داود قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالمسلمين يا جماعة، كثير من المسلمين جاهلين بالدين جاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما رحم ربي وغليل ما هم. ففي دين الإسلام زي ما قال الشيخ أحمد جزاه الله خير: ما في حاجة اسمها قبب، ما في، ولا في أضرحة، ولا في بيانات، ولا في محايات، ولا في بخرات، ده كله والله ما في. والله دين الإسلام بريء، بل ده دين الكفر ودين الشرك. فالناس اللي بيقولوا الصوفية دخلوا الدين، الصوفية لو في دين دخلوا، لو في دين دخلوا، وانا بدي كلامه انت بعدك على كيفك، لو في دين دخله والله ده دين الشرك. والله انت بعدك على كيفك، داير تقيد مع دعوة الله، انا بدي كلام الله، داير تقيد مع دعوة الشرك والكفر، والله نحن واقفين مع دعوة الله سبحانه وتعالى. واي زول نحن نعتق كل الجالسين دين، واي زول مسلم فيه خير تقيد مع دعوة الله، لان ربنا قال: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصر دعوة الله بالتوحيد. في دين الإسلام ما في، زي ما قلت لك، بيدعو غير الله. زود دعا غير الله، لو دعا قال: يا النبي ويا جبريل ويا ميكائيل ويا نوح، ودعا الأنبياء جميعا والصالحين جميعا، دكم كافر يا جماعة، دكم كافر. عشان ما تقول لي الزود لا ساكن معانا في السودان وبياكل معانا حلاوه حربه، ياكل حلاوه حربه ويطيخ، ده كافر. ربنا قال ده كافر، الله اللي خلقنا ده قال ده كافر في القران. لانه في ناس كتار يا جماعه من اهلنا واهلك كثير بيدعوا غير الله سبحانه وتعالى، وربنا قال الزول اللي بيدعو غير ده كافر. ربنا قال: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ربنا قال: إنه لا يفلح الكافرون. ربنا قال ده كافر وقال ده ضال. ربنا حكم عليه بالضلال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ربنا قال لا يتعرف أكثر ضال ضال هنا ما بتاع السيائر ولا البلفة ذاك بثلاثة فروت، لا، ولا بتاع ذاك، ولا حرام القلوب تلف، لا، يا ده الزول اللي بيدعي غير الله ده ضال، أضل من الحمار اللي بيشيل الكارو وعنده اثنين و ده أضل منه، أضل منه. وما في يا جماعة، ما في جري ولا ضفدعة ولا قعونجة ولا غنماية ولا حمار ولا كلب أشرك. القرآن ده نزل في البشر، نزل في البشر لأنه البشر هم اللي أشركوا بالله سبحانه وتعالى. البشر بإذن الحائم ده لو نحن وكلنا بشر في الدنيا كلها، مش في السودان، في الدنيا كلها. ربنا قال: الأكثرية من عبادي ديل مشركين. أي صحيح، بيصلوا الصبح والصلوات كلها في الصف الأول والمكيف جمراته ضارب وهو مشرك،
فاضي حاجة، لأنه واقف يملك. بعد ما صلى قال إياك نعبد وإياك نستعين، طوالي قال يا بشام يا فرقة، ده مشرك طوالي، ده مشرك عنده اثنين كبار كمان ما سوان، ده مشرك. ولو نادى لاقى الله بهذه العقيدة يا مسلمين ربنا بوديه جهنم. والله ربنا قال إنه من يشرك بالله الحافظ شنو؟ فقد حرم الله عليه الجنة. بعدين حيمشي وين؟ وماواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين أي المشركين، ذول لأنه شال حق الله أدى حج عبد الله. حج عبد الله ما خلق بالطيخة ولا طماطم ولا غنماية ولا حمار، ولا خلقنا نحن ذات البشر، خلقنا الله سبحانه وتعالى. والعبادة دي لو وديتها لوصن في دول بيستحق الدعاء يا مسلمين، أكان أولاه سيد البشر عليه الصلاة والسلام. لو دعيت سيد البشر أنت بتكون وقعت في الشرك وبتكون وقعت في الكفر. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ربنا قال ده مشرك يا جماعة. وليه انت نحن قابل الله مشركين يا مسلمين؟ وعندنا زي ما ذكر لك حبوباتنا وخالاتنا وعماتنا، ها بنشوف من عند الله سبحانه وتعالى. يا اخي انت لو مت بيمين الارض يا جماعة ربنا يغفر لك. ربنا قال لك يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا عشان يغفر لك الذنوب، قال لك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. يا جماعة التوحيد ده رجال عديد، دول بدع الرجال أول حاجة دول خايف. والله لو في أصلا دول بيستحق الدعاء أكان أدعو سيد الرجال، سيد الرجال عليه الصلاة والسلام وزيد البشر جميعا وزيد الخلق جميعا. انت لو دعيت يا جماعه بتكون مشرك وبتكون عدو لله خلقك يا جماعه، ما عدو للبشر، عدو لله خلقك، ما عدو للائمه الاعلام الائمه الكبار، انت بتكون عدو لله. لان ربنا خلقك عشان تعبده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والشرك اللي قلناه ده في البلد دي وفي بلاد غير من بلاد المسلمين بنشرطه فيها دين، ما بنشرطه رمبا ولا بتاع ده، بنشرطه فيها دين. في الليلة الهادي بنادي زيادي جملة وفرادي، وقوم يا خي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البيت. دين الصوفية، الناس اللي بيقولوا الصوفية جابوا الدين، لأن ما جابوا دين والله. ولو انت باريت الصوفية ومت على هذه العقيدة بتدعى لغير الله، زي ما قلت لك بتكون من الخالدين المخلدين في نار جهنم يا جماعة. وزي ما قلت لك الإنسان يا جماعة ما معروف يموت 200، ما معروف المتحدد ولا الغير القاعدين. ممكن تموت بعد شوية حتى في المحاضرة دي، ممكن تموت بعد ساعة، ممكن بعد سنتين، ممكن بعد 3 سنة. في النهاية أنت حتقابل الله، ولو قابلت الله مشرك والله خسرت الدنيا والآخرة. ربنا قال إنه أي دول إنه من يأتي ربه مجرما بعدين فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ده الدول البيل الله مشرك. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، دول نوحرك طاقيته دي ما بنزلها للراجل، ما بنمشي لصاحب القبة عندي فيك محبة. والشرك يا جماعة بنشروه في الغنوات مع الأسف، ومع الإذاعات ومرفات ينشرون الشرك. ودكاترة الخنجر قال ده قال غير الله بيحيي بيموت، وقال الشيوخ بده المطر واللي ديرك واحد من اللي ديرك برضه صوفي، قال وقت قالوا له الله في السماء قال السماء دي لو انشقت، جابوه في الغنى يا جماعة غنى، قال السماء دي لو انشقت الله يتلد تتلد لك حيطة يا أخي. ده كلام يا أخي، حتى لو سب أبوي سايب أخليه أبوي، ولله المثل الأعلى. دل أعداء الإسلام وأعداء لدين النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك ذاك بتاع
قال له انتو مين؟ قال يعني مريدي ده هنا الخطيب. قال مريدي ارقص واغني ويوم القيامه الاذن مني. قال لك ارقص هناك يا اخ. ربنا قال وعانت الوجوه للرحمن فلا تسمعوا الا همسا. همسا دي قالوا للانبياء يا جماعه. الانبياء بيقول يا ربي سلم وبالراحه يا ربي سلم يا ربي سلم. ابو قرون قال ليك انت معانا مع ابو قرون اخليك بياي. يا هذاك انبياء الناس تمشوا لابو البشر ادم عليه السلام يقول نفسي نفسي ويمشوا للانبياء جميعا نفسي 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 كل الانبياء. لا من يجوا للنبي عليه الصلاه والسلام فيقول انا لها انا لها انا لها. لكن انا لها لمنو؟ للموحدين. اي زول مات على التوحيد والعقيده الصحيحه في الله سبحانه وتعالى ده اللي بيشفع للنبي عليه الصلاه والسلام يا مسلمين. ده اللي بيشفع للنبي سيد البشر عليه الصلاه والسلام. اما زول مات بنادي غير الله ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ذول مات على الشرك ما في نبي بيشفع له ولا ملك ولا غيره ما بيشفعوا له لأنه مات على الشرك. لأنه الشرك ربنا ما بيغفره يا جماعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي الإنسان ما في شرك ما في إنك تدعو غير الله وما في بدع. البدع دي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحذر منها الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة جميعا. إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ده النبي عليه الصلاة والسلام ده ما كلام وهابية ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب الصحيحة. بدعة أهل العلم كان بيحذر الصحابة من البدعة وما فيه مبتدع واحد مبتدع واحد. فأنت يا مسلم أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. عرفت آية؟ الرسول قال بلغوا عني ولو آية. وري ولدك مرتك بنتك حبوبتك جارك خالك عمك ربنا بيرفعك والله والله ربنا لا بيرفعك بقبيلة لا بقروش لا بجاه لا بسلطة. ربنا ما بيرفع إلا بالتوحيد. والتوحيد ده صحيح فيه مشاكل لكن ده الدرب الحق وده درب الأنبياء ذات والله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هناك في صحيح البخاري قال ما جاء أحد بمثل ما جيت به إلا عودي في الله. قال أي زول إجي بهذه دعوتي لا بد يعادوه لا بد. وإلا أنت تكون بتطلع زي ما قال الفنان بالدرب القريب شنو وصلنا بفوق ها. لكن لو جيت عادي كده والله لا بد يعادوه ويقولوا لك ود الكلب ويقولوا لك انت عفن وربما يقتلوك. انت احسن من النبي. الانبياء ماتوا ماتوا في شنو مشكلات شنو ما بعرفوا يتكلموا ماتوا في التوحيد. ربنا قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والرجل الصالح ده الحس ذكر يقول الشيخ احمد دعاوا للتوحيد مشكلته شنو قتلوه في النهايه تعفصوه برجليهم. فاصلا الموحد بيموت والمشرك بيموت. اخيرا اموت مشرك ولا موحد؟ خيرك مسلم. وبعدين الناس ما يخوفوك يقول لك الخواف لانه في مكان مركبينها الناس يقول لك الخواف رب عياله. يا زلمه يعني ما حتموت؟ انت تذكر اتكلمت ولا سكت؟ حتموت حتموت والله تموت موت ولو حضرناك لديتنا قدرنا لما انت تستغرب اصلا حتموت. والناس بتفلوك هنا في السودان والله يخطوا لك طوبه ما تقوم كله كله ما تقوم نهائي لانه ما تسمع كلام. ها ده واحد الدكتور في جامعة أم درمان الإسلامية قال الولي الصالح بعد ما يموت بيقوم من قبره. دي عقاية السودان. وده الدكتور ده ما الغفير يا جماعة ده ما زال. لا 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 ده الدكتور الدكتور حسن الفاتي غريب الله. وده سماني ده حسن الفاتي غريب الله يعني مع لاعن كلام السماني ده شنو قال معنا زول بعد ما يموت عندنا في الصوفية يعني بعد ما يموت قالوا له دكتور الولي الصالح يمكن يطلع من قبره. قال عادي جدا يطلع من قبره يقضي حوايج الناس ويرجع راجع. بالله يا اخي انت حسي لو ها لو جانا حسي زود دفناهنا كلنا قبل 10 سنة كلنا قاعدين ديل في ناس بقى واحد ولو جاء فات لي مرض وقال له انا جيت وكيف البنزين معاكم وانا شايف في زحمه بتنتظروا؟
هتلم الحلة دي كلها. ليه؟ لأنه ما بنرق يا جماعة. دي عقيدة قال دكتور، ما قال الحرس المسك الباب، قال دكتور. مع الأسف الشديد الدكاترة دي إلا ما رحم ربي عطالة، إلا ما رحم ربي عطالة في الدين، عطالة وعقيدتهم صفر. والزول التعبان حس العيان بيودوه وين؟ انتوا كمسلمين الزول العيان شديد عنده حمى مبرد ديك وتايفوت ومب، يعني ما محضر، بيودوه العناية ولا بحطوه في العنابر البرة؟ بيودوه العناية الوسيطة، ايوه العناية الوسيطة، وبحطوا له حاجة كده. أبوك الشيخ ذات بعد ده في واحد يقول له أبوه الشيخ بشباك بيت القزاز، انا جيت عنده وجع ظهر. ابوك الشيخ برضه تعبان يا ما بدك شنو؟ ابوك الشيخ زاد وعينه نفس السجن. الناس ما تعبان؟ ده قال الظل بعد ما يموت يطلع من قبره يقضي حوايج الناس ويرجع راجع. ده كلام يقولوا في يا جماعه يقولوا في التلفزيون، وده دكتور وبنجات في جريده الدار. ده ابو قالوا في صاقعه جات في الجزيره، جات بب وقعت في قبه فرتكت حته حته. الصاقعة دي جابهم جابها الله سبحانه وتعالى. ناس الحلة بدل يقولوا كاتبين لها كلمة جريدة، والقبة ذاتها نحن شفناها. بدل يرجعوا لله قالوا الصاقعة دي كانت جاية للحلة، لكن الشيخ جراها له جرى الصاقعة. ما يقوم على العيال طيب نحن حسي مع الهواء البارد دعي رجنا وسخنا وصلعتنا وقعت يا اخي. معقول انت يا اخي في القبر ها تجر الصاقعة؟ دي ما ناس مجرمين؟ ده الناس يجيبوا الدين، والله الدين في بلد بيجاي وهم بيجاي، لأنه دين الإسلام ما فيه خرافات وما فيه خذعبلات يا جماعة ها. وربنا كلنا إذا كان ده بتاع المرغني قال مريدي أرقص وأغني ويوم القيامة الإذن مني، وربنا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه شنو يوم القيامة فردا. وربنا قال وعنت الوجوه للحي الغيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما. الظلم ظلم الشرك، الظلم البنش اللي الله بالشرك ده يا جماعة ظل خايب، ودي الخيبة كل الخيبة كما قال أهل التفسير. والله دي خيبة ما بعد خيبة، تقابل الله بالشرك والله يا جماعة دي مشكلة كبيرة. فيا مسلمين من هذا الباب، وانت تخاف على نفسك الشرك. لقمان ولده ما كان مشرك والله، قال له يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. والانبياء ربنا يا جماعه حذر الغدوه فوق فوق. ربنا قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خطاب ده للنبي سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وربنا قال للأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما بالك نحن يا جماعة، فما بالك نحن، لأنه في ناس بيقول لك نحن موحدين. أنت موحد أكثر من الأنبياء؟ لو موحد الكلام في التوحيد ما تابعه. شوف أعرف يومك قلبك ما يريد الكلام في التوحيد، راجع توحيدك والله والله. يوم تريد الكلام في الكلام في الناس ثابت، وتريد الكلام في الغنى وما عارف بيجاي، وديك ما عارف ياه، وذاك الكابلي، وديك نط القلعه، وذاك ساهور، وانت عقيدتك قاده وما دار الكلام في التوحيد، دار الكلام في الولد الفارغه، اعرف معناه والله انت موضوعك بايظ والله. ده ربنا قال كده، ربنا قال واذا ذكر الله وحده براه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دوني هل بيحصل شنو؟ قال اذا هم يستبشرون. قلت الله تلقى عليك كده مالك في شنو؟ قلت الله والشيخ ربنا قال بيتكيف، لانه بقول الشيخ بيدي الجنه والشيخ بيوكل الكسره والشيخ والشيخ ها. وانا دائما بضرب لك المثل، حتى خش الشوايات دي في شندي، في شوايات في الخرطوم، في الجزيرة، في مدني، في برتودان، في وين، في عطبرة، في شوايات تلقاها بتاع الجداد ما شاء الله. الشوايات دي جايبة منو؟ واللحم ده جايبه منو؟ جدادة تلقاها عاملة زي التوك توك عاملة فيه. صح؟
بعد الواحد تلقاك للجلادة يتلخص الخما يخلي فيها عضو بعد ده يقوم يعود بدو ده ما مشرك انت كنت الجلادة عين ما خليت فيها تقول يعود بدو ربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ما حرام عليك يا أخي ما حرام عليك ربنا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يا أخي نعمة الله عليك كثيرة أداك صحة وأداك أولاد وأداك عربية وأداك طاحونة وأداك ركشة وأداك فرن إذا عيش وما في عيش طيب ده شو ده يا أخي بعد ما أدعو الشيخ يا جماعة دي ما مشكلة عندنا شرك والله وأنا أختم ليك والله والله وطالله لو ربنا دور أصغر مشرك أصغر مشرك مات في المشرك المشركين الزمان وما يقوم لكن لو فرضنا جدلا قام وجايين السودان ده يوقف في الطرمبات دي ولا شافها جال الخرطوم ولا أي حتة في السودان والشرك بيختلف منطقة في منطقة بتلقاها قافلة تعبان حالتها متأخرة دارين ينعاش كلهم من الغفير للدكتور كلهم وفي منطقة بتكون شوية خير فيها ناس طيبين زيكم كده ما شاء الله دارين التوحيد والله نحن مشينا مناطق أول من تقول إن الحمد لله ينط لك واحد في عينك واحد في ضانك واحد ده شنو والله إحنا مشينا بلد ولا أختم ليه مشينا بلد قريب الحدود والله الزول جابنا ذاته قال ليل الحرقا والجهود كلها في الجبل قال ليل الحرقا 14 راكوبة قال ليل الناس جاد واحد قال الله ماس قال ليل كلهم يا المكاش يا المكاش يا المكاش والنار شغالة والنار مدورة وقدر ما يقول يا المكاش بتزيد زيادة يا المكاش بتولع زيادة حين كان كده نحن مشيلان الشيخ اصطلنا بين الجمعة ذاك قال يا جماعة عشان ما تعملونا وهم يا وهابية هنا نحن الله بتاعنا النكاش عديثة والله يا جماعة الناس دي لذكتهم معاهم واحدين شباب 12 شاب قال والله الناس دي غشونا إلا تورونا التوحيدين والله في مرة مرة أمالونا الجداد والله ركبت فوق في القبو في الجبينة فوق قالت والله ها نموت مع أول كان في موت نموت نحن أول حاجة قبل يوم مرة مرة يجي دول حس يا اخي بيدقنوا وسروالوا طاقيت وضانوا ما ينصر التوحيد دي مره لانهم جو بسكاكين وجو كده نحن قلنا والله جينا من هناك والله برضه لو نموت هنا دخلنا التوحيد مجد والله في ناس جونا كمان اوريك انه في ناس ما عارفين حاجه جونا بيتكتك برضه من مسافه بعيده من هنا زي ابعد من شني ابعد وشارع كعب الناس زادوا بيدقون وناس طيبين قالوا لنا تمشوا معانا حتتنا هناك والواحد يسوي قد حجاب ويسوي قد قلت له نبدا معاهم كيف حس وانزادوا الحجاب ويسوي قد والثاني قال والله يا شيخنا البرعي رضي الله تعالى عنه كان قال لنا يا جماعه وحكوا لنا قصه زي ده نحن زادوا واستغربنا قلنا والناس طيبين كمان دارين الحد لكن نبدا نقول لهم البرعي ده ويرم كيف نبدا كيف يعني كيف نعمل يا جماعة شوية كده قعدنا ونعي مع الله والشيري كده كده والله كنت قلنا البرعي ده وصلناه قلنا تقول يريم دي في واحد بس الباقي ما كورك والله واحد كورك عادي شيخ البرعي قلت لا شيخ البرعي هذا المورد ده ما البرعي ذات يعني بعد ما انت جيت هناك دار الخير الحجبات دي من الشرك والبرعي ده نشر الشرك قال إذا ناب خطب في البلاد نذيل فقل يا ولي الله إسماعيل قلنا له شرك البرع ده كله والله يا جماعه النازل قالوا الا جونا ثاني ويا حسن حامه مشيناهم الكلام ده يمكن له قريب سنه معناه الامه دي السودان ده فيه ناس فيهم خير لكن ما عارفين الحق وين قايلين ده حسين قايلين ده الدين هم قايلين انه الدين لانه غشونا صوفيه غشونا صوفيه فانت لو عرفت الحق ده لو عرفت هاي بلغ الناس يا اخي وما تخاف البشر ده ما عنده حاجه الرسول قال قول ان اجتمع الامه كلها على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك واجتمعوا تاني الصالحين والطالحين على يضروك والناس خايفين من الضرر يضروك دي معناه أنت يقتلوك يشيلوا قروشك يقلعوا قيشاتك يشيلوا بطيقتك اللي أخذتها بعشر جنيه المهم يضروك دي خد دخل فيها حتى الموزات
لو ربنا ما أراد ما في ذول بيعمل ما في ذول بيعمل لك حاجة. رفعت الأغلام وجفت الصحف، غير يومك ما بتموت. فقول الحق، قول الحق لو قتلوك ماتوا الأخير منك يا أخي، قول الحق وموت فيه. ونحن شنو السجمانين ديل؟ ماتوا خيرة البشر، خيرة البشر، خيرة من مشى على هذه البسيطة سيد البشر مات. وقال الحق عليه الصلاة والسلام ما كتموا، وقالوا له ساحر، وقالوا له مجنون، وقالوا له كاهن. وهو ما كاهن، وهو ما مجنون، وهو ما ساحر. ليه؟ لأنه دعاهم للتوحيد. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا له تبا لك، تبا لك. مرقوم مرقوم أشرف البغاع وأحسن البغاع وخير البغاع إلى الله سبحانه وتعالى، وخير البغاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو آخر أهلك ما خرجوني ما خرجت. مرقوم عليه الصلاة والسلام. إذا صح التعبير إنه مكة دي شهادة بحث، هذا الرياض ولا المنشية ولا وين شهادة بحث عديل. ده ما بطلوا هناك، طردوا عديل. نحن ما يطردونا من السودان؟ عيش ذاته ما يطردونا يا أخي. شنو يعني؟ ما في حاجة، لا في عيش، العيش صف، البنزين صف، شنو ما في صف شنو؟ أخيرا يطردوك. قول التوحيد، لكن ما يطردوك زي يطردوك بالتوحيد. والله أنت رافع روضك، رافع راسك فوق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. أنت ذول موحد يا أخي، ذول موحد. والخيرات تكون لأهل التوحيد، أهل التوحيد يا أخي، لأنهم بشروا الله سبحانه وتعالى. يدينا الذرية يشكروا الله، يدونا كل النعم يشكروا الله سبحانه وتعالى. أما على الشرك وعلى الكفر ما بيشكروا الله، بيشكروا الشيوخ، بيشكروا الشيوخ. والخير ده كله من الله يا جماعة. فيا جماعة الدنيا دي بسيطة ختاما كده، والعمر ده بسيطة، الناس ما يضيعوا زي كلها 50 60 70 وبتمشي بتمشي. يعقوب عليه السلام نام من حضرته الوفاء، قال لأولاده شنو يا جماعة ده نبي؟ قال لهم شنو؟ ما تعبدون شنو؟ من بعدي ده نبي. الليلة حسي واحد داير يموت، يجيب ولده الكبير، تعال يا عثمان أنا عندي قريش في البنك الفرنسي هناك. أنت ما لك بالبنك الفرنسي بعد ده؟ أنت موضوعك ما خلاص ماشي، تبي ظاهرة الموت. قول لهم وصوهم بالعقيدة، قول لهم يا أولادي أعبدوا الله براه ولا تشركوا به شنو؟ شيئا. التوحيد هو حق الله على العبيد. فنظر الله أن يجمعنا مع الأنبياء ومع النبي عليه الصلاة والسلام.